بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على مدونة المخترع. طبعا بعد غياب طويل أعتذر على هذا الغياب، طبعا لظروف خاصة. طبعا أتينا اليوم إليكم بهذا الميكروفون، يعني هو يعني هذا الميكروفون هو ميكروفون يعني شبه احترافي، كي لا نقول احترافي. طبعا هو من جير بيست، حصلت عليه من جير بيست. سأريكم كيفية حصول عليه، يعني كيفية شرائه من جير بيست. ثمنه حوالي، يعني أنا قمت بشرائه ب$25. سنحاول معرفة ما هو موجود داخل هذه العلبة. سوف نقوم بفتح هذه العلبة، بهذه الطريقة. يعني موجود المانيال أو هذا الكتيب الصغير، يعني يمكن، لا يمكن حتى قراءته، هو باللغة الصينية. يعني هذا هو الميكروفون، شكله جيد كما تلاحظون. هذا هو الميكروفون، كما تلاحظون. يعني وموجود في العلبة الباب فلتر أو مرشح الصوت، كما تلاحظون هو مرشح الصوت. وأيضا موجود يعني هذا الترايبود أو حامل الميكروفون. يعني حامل الميكروفون يأتي بهذا الشيء الصغير. طبعا هذا الشيء ستقوم بنزعه، لأن هذا الشيء هو يستخدم لي يعني بعض الحوامل الأخرى. يعني يوجد حامل، هذا الحامل الصغير، يوجد حامل كبير، يعني يكون حجمه نوعا ما، حجم هذا الشيء حجمه صغير نوعا ما، حيث يمكن إدخاله بهذا الشكل. يعني هذا الشيء هو إضافي، يعني لا ترميه، فقط قم بنزعه وخبئ في مكان. ربما تحتاجه في أحد الأيام لأجل تركيب يعني ترايبود كبير أكبر من هذا. سنقوم بتركيبه، الشكل كما تلاحظون. هذا هو الترايبود الخاص به، يعني وهذا الكيبل. آخر شيء هو الكيبل. طبعا يأتي بهذه المدخل، طبعا الخاص بالميكروفون. هذا المدخل طبعا الخاص بالميكروفون، وأيضا يأتي بمدخل جاك، يعني 3.5 ملم، يعني الجاك الصغير، وأيضا بمدخل USB. سوف نشرح ما هو دور هذا المدخلين مع بعض، ويعني سوف نذهب لتجربة طبعا هذا الميكروفون. طبعا هذا الميكروفون كما تلاحظون في طريقة تركيبه، تلاحظون هذا هو سوف نقوم بتصحيح الصورة. طبعا كما تلاحظون فهذا الحامل يأتي بهذا الشكل، وأيضا الميكروفون سوف يدخل الباب فلتر هنا مرشح الصوت، وأيضا سيكون الميكروفون بهذا الشكل. يعني بهذا الشكل نقوم بتركيب الميكروفون، ويأتي يعني الكيبل من الأسفل. سوف نذهب لتجربة الميكروفون، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. إذا إخواني نعود إليكم مجددا. طبعا في تركيب الكيبل فقط، فهذا الكيبل سنحاول تثبيته بهذا الشكل. هذا هو الميكروفون. طبعا لديه يعني مدخلان، يعني مدخل الجاك 3.5 جاك صغير، وأيضا اليو اس بي. نقوم بتركيب اليو اس بي. طبعا اليو اس بي دوره فقط للحصول على الكهرباء من اجل تشغيل هذا الميكروفون بشكل جيد. طبعا هذا الجاك سوف نقوم بتثبيته مباشرة في الكاميرا. اذا كما تلاحظون انا الان يعني اسجل طبعا بواسطة الكاميرا، يعني ميكروفون الخاص ب الكاميرا. سوف أحاول تثبيت، يعني الآن قمت ب يعني تثبيت هذا الميكروفون. يعني كما تسمعون الآن لدينا يعني الأولى، يعني هناك يعني طبعا مبدلتان. طبعا الأولى مكتوب فيها الإيكو بمعنى الصدى، والثانية مكتوب فيها الفوليوم، يعني بمعنى يعني مدى جاذبية هذه الأزرار. كما تلاحظون الآن سأقوم بزيادة يعني مدى جاذبية الصوت. الآن أنا أقوم بزيادة جاذبية الصوت، طبعا هذا هو حدها. طبعا أقوم الآن بإنقاص جاذبية الصوت. الآن
قمت بزيادتها، سأقوم الآن بوضعها في النصف وأقوم بزيادة الإيكو أو الصدى. كما تلاحظون الآن هو الصدى يعني إلى غاية نهايته كما تلاحظون الآن. فإخواني هذا الميكروفون به خاصية جميلة جدا، حيث أن هذا الميكروفون طبعا عندما أتحدث يعني عندما أتحدث أو عندما أنا أتحدث للميكروفون فأي ضجيج كان في الخارج أو شيء من هذا فيحدث هذا الضجيج مباشرة، فتصبح صوتك يعني صوتك الميكروفون يجذب أصواتك فقط، يعني الأصوات الأخرى لن تتدخل. فسوف نقوم بتجربة صغيرة، فكما تلاحظون سوف نقوم بزيادة حساسية ونقوم بإضافة مصدر تشويش. مثلا سوف نقوم بإضافة مروحية، سوف أقوم بتشغيل مروحية مثلا كما تلاحظون، فالتشويش للمروحية يعني مروحية تقوم بتشويش تشويش للميكروفون. سوف نقوم بالحديث طبعا من أجل أن أكتم ضجيج المروحية. كما تلاحظون مرحبا بكم إخواني، طبعا كما شاهدتم الآن أو كما تسمعون كما تسمعون أي ضجيج لا يسمع، أي ضجيج لا يسمع عند تقريب الميكروفون إلى يعني فمي، فأي ضجيج آخر لا يسمع بسبب يعني الخاصية الموجودة في الميكروفون. وأنصح يعني إخواني فعند التسجيل سجل من هذه الجهة أو من هذه الجهة، طبعا من هذه الجهة، طبعا الجوانب لا أنصح لك بالتسجيل فلأن الجوانب يعني لها صوت مختلف، حتى الصوت الجهة الأمامية يعني جهة الأزرار الجهة الأمامية والجهة الخلفية مختلفان، يعني يمكنك التسجيل من هنا أو من هنا، يعني تختلف فقط نبرة الصوت بالنسبة لهذا الميكروفون. وأنصح باستعمال دائما الباب فلتر، كما تلاحظون هذا هو الباب فلتر. طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحلقة أعجبتكم، أعطوني رأيكم في هذا الميكروفون. طبعا من أراد شراء هذا الميكروفون طبعا هو ميكروفون يعد ميكروفون نوعا ما احترافي أو شبه احترافي. طبعا ثمن هذا الميكروفون ستجدونه في جير بيست طبعا حوالي 21 دولار. طبعا 21 دولار يمكن لأي شخص اقتناء هذا الميكروفون. طبعا هو يساعدك في اليوتيوب، يساعدك في من أجل التعليق، يساعدك في إنشاء بعض التقارير. طبعا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.